السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرار مع سلسلة إخراج النتائج ضمن برنامج سوات أو سكوات كاب، نحتاج بين الريليشن أو العلاقة بين البريسيبيتيشن مع الرنوف. الرنوف نلاحظ احنا سوينا الرسم الأول هو الأوبزورفيت مع السيموليتد، وكذلك سوينا الباوندري الخاصة بالبريدكشن أو الانسرتينتي بريدكشن اللي بيناتهم، يعني النطاق اللي خاص بهم. نجي هسه نرد مثل السقيط حتى أسوي العلاقة اللي خاصة بهم. أول شيء أنا جبت بيانات السقيط مجهزتهن حسب أنت منين محضر بيانات السقيط لمنطقة دراستك ضمن الفترة اللي أنت تريد تحسب لها، تدمجها calibration and validation. تجي هنا تختار على الريزلت الخاص بك، تقول select data، راح تضيف data جديد. هاي هنا نقول له add، راح تضيف بيانات جديدة. فهسه نسميه DREC. هواي يسألوني انه كيف انا اقدر ادمج رسمين برسم واحد. الاكس هو المانث داتا، هاي مثل ما تلاحظ نختارها كلها، زائد الواي شنو يشمل لك؟ يشمل لك بياناتك اللي هي خاصة بالامطار، راح نستدرجها. هاي بيانات الامطار، هسه نقول له اوكي. اوكي هسه ما ظهرت النتائج القيم، لاحظ هنا ظهر لك بالخط الاصفر الازرق الصغير هذا اذا لاحظتوا، نضغط عليه ضغطتين نروح على السكندري هذا، بس هذا راح نقول له انت سكندري اكسس. اوكي شنو معنى سكندري اكسس؟ معناها فعل الاكسس الثاني اللي موجود بهاي الجهه، هذا الموجود اجي على هذا الاكسس اللي بهاي الجهه حتى اخلي البيانات مال الامطار تصعد من الاعلى يعني من فوق، اضغط على هذا اقول له value on inverse order. لاحظ هسه انطاها inverse، منطيني من سالب 20، انا عندي امطار فتبلش من الزيرو، ليش انطي من سالب 20؟ اوكي الى اكبر قيمة عندي 120، لا بس انطي اكبر قيمة عندي مو 120 حتى ما يعني تتزاحم مع هاي، انطيها 150 او ممكن ازيد اكثر انطيها 200 ملم بالدي ملم بالير. هسه هاي انطيتها، اجي هنا حتى يكون شكلها يختلف عن الشكل الموجود هنا شنو اسوي لها؟ اضغط عليها تلاحظ هنا، اروح على الانسيرت، تختار من هنا طريقة التمثيل، هاي عفوا هاي هنا من نختار طريقة التمثيل. لاحظ هسه هو مثل لنا اياها بهذا الشكل، اذا تلاحظ هسه يتمثلت بهذا الشكل. هسه تلقائيا طبيعي جدا بعد ما تمثلت بهذا الشكل تقدر انت هنا تعدل بها الفول السوليد يعني لاين. هسه تلقائيا انه انت تقدر تسويها، هاي هنا تقول له فول تقول له سوليد لاين تختار، هالمهم يبين لك بهذه الصيغة. هي هاي طريقة التمثيل الخاصة بالبريسيبيتيشن، هاي تقدر هنا انه حتى يكون ضمن نطاق واحد حتى انه عندي نتائج تتوضح امامك. عفوا لان لاحظت العديد من الزملاء يسالون انه انا ممكن اسوي سناب واسوي واقص لا ما يحتاج تقص وتدمج، يعني طريقه كلش بسيطه ولا يحتاج تنصب اكس الحديث نهائيا، وانما الشغله مثل ما نقول كلش بسيطه وايضا متطلباتها بسيطه، فكل اللي تحتاجه انت انه تمثلها بهذا التمثيل. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونه بخصوص هذا الموضوع، اذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلنا واحنا ان شاء الله نجاوبك. نلتقيكم ان شاء الله. وبالمناسبه تقدر تعدل الامور الخاصه بالرسم، يعني مثلا لاحظ هسه لحد الان هنا احسها انه مثل ما نقول بعدها متقاربه، فتروح حتى تحدد تنطي الاوبشن الخاص بالتكست اوبشن انه كتكست، تختار هنا ضمن الفولدرات الخاصه بي انه هنا هسه لاحظ انا هنا هذا اللي هو اللي يهمني 200 مثلا قليل انطي 300 حتى احنا نريد يبتعد قدر الامكان. لاحظ هسه صارت 300 من الاعلى، تمام. هاي الفقره كلش مهمه. نجي لهنا ايضا نخليه بما انه هو منتهي بال 2000 نسويه مثلا 3000،
لاحظ، او نعطيه مثلا 2500، هاي 2500 لاحظ. فهسه تقدر انت هنا تبين التأثير بين الفاليديشن والكاليبريشن وتسقيطهن ايضا. هذا هنا الرسم، وابين نقاط الكاليبريشن والفاليديشن، وهاي قيم السقيط اللي مبينه امامك. لهنا لان هذا السؤال صراحه هو سالت بي اللي هو خاص بالاكستريت، العديد من الزملاء يسالون انه اني لاحظت باخراج النتائج المفروض اني اخرج السيموليتد والاوبزرفيت وكذلك انطي قيم البريسبيتيشن الخاصه بالمنطقه. فانت تقدر عن طريق هذا الموضوع تخرج قيم البريسبيتيشن وشون تعكس الانفيرس مالته، لان انت مثل ما تعرف هذا المحور ما يشابه محورك بالعمل الاصلي. فمثل هذه الطريقه تتعلم انه تعكس، وهي تبين لك طريقه علاقه رسم الرينفول مع الرنوف وشون تعكس المحاور الخاصه به. طريقه جدا سهله وبسيطه وما تحتاج اي تعقيد، ولا تحتاج تسوي سناب وتقص وتضيف ابد نهائيا، لان انت ممكن اي لحظه تغير بيانات وتضيف بيانات جديده، فيبقى هذا الرسم عندك مثل ما نقول متحرك. اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الموضوع او بخصوص اخراج النتائج من هذه الجاب، هنا فقط تكمل الديتا الخاصه بهم للاخر. تقدرون تراسلونا على القناة وإن شاء الله نجاوبكم. لا تنسون تدعون زملائكم الباحثين المهتمين بهذه البحوث ضمن تخصص الووتر ريسورس، ممكن تفيدهم هذه الأمور. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.